أعزائي المشاهدين، مسي عليكم بالخير ورحب فيكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأسبوعي العين الساهرة. وحلقتنا هذا الأسبوع تكون إن شاء الله حلقة متميزة متنوعة، كثير من الأخبار الأمنية اللي تهم إخواننا المواطنين. طبعا حلقتنا اليوم راح نبدأ فيها أول فقرة راح تكون تقرير خاص عن الانتخابات التكميلية لسنة 2019 للدائرة الثانية والثالثة. راح يكون ويانا إن شاء الله اليوم مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوكالة العقيد صلاح الشطي، يعرفنا على أهم هذا القرار وأهم من تاريخ بدء فتح باب الترشيح من متى إلى متى. تابع معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد صدور القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2016 من سيدي معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بالدعوة إلى الانتخابات التكميلية عن الدائرتين الانتخابيتين الثانية والثالثة لعضوية مجلس الأمة، بدأنا في استقبال المرشحين ابتداء من صباح يوم الخميس الموافق 7/2/2019، وسوف نستمر باستقبال المرشحين حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم 16/2/2019 اللي صادف يوم السبت. أهم الأوراق المطلوبة لعملية الترشيح: يجب أن يصطحب كل من يرشح نفسه الجنسية الأصلية، كذلك مبلغ التأمين اللي هو 50 دينار نقدا. وكذلك أحب أنوه بأن الإدارة سوف تستقبل خلال 10 أيام إخوان المرشحين والمرشحات في من يرغب نفسه للترشح لعضوية مجلس الأمة بما فيهم أيام العطل والجمع. كذلك أحب أنوه ما أنه يجب على كل مرشح بعد تعبئة النموذج الخاص بعملية الترشيح أن يتجه إلى مخفر الدائرة الانتخابية الصادر فيها قرار من سيدي وكيل وزارة الداخلية، وتم تحديد المخافر. بالنسبة حق الدائرة الثانية سوف يكون مخفر الشامية، والدائرة الثالثة سوف يكون مخفر كيفان. يجب أن يتقدم طالب الترشيح إلى تلك المخافر المذكورة أثناء الدوام الرسمي من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 2:30 ظهرا. كذلك أحب أنوه بأن الإدارة سوف تكون باستقبال المرشحين أيام الجمعة والعطل أثناء الدوام الرسمي من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد هذا التقرير وشفنا العقيد صلاح شطي مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوكالة، تعرفنا عليه على أهم الشروط الخاصة في الترشح للدائرة الثانية والثالثة حول الانتخابات التكميلية. ونرجع لموضوع حلقتنا اليوم، راح يكون موضوع إن شاء الله نركز ونسلط الضوء على قطاع من قطاعات وزارة الداخلية المهمة اللي دائما يعني نشوف فيها تطور ونشوف فيها في عملية يعني التركيز، ودنا نركز عليها الضوء اللي هي المؤسسات الإصلاحية والمجهود اللي قاعد يقوم فيه إخوانكم في المؤسسات الإصلاحية، والتطور اللي قاعد نشوفه في عملية إن تغيير الاسم. يعني كان قبل يتكلمون عن السجن المركزي، الآن أصبحت هي مؤسسة إصلاحية تصلح المساجين. طبعا راح نتعرف على يعني في الحلقه اليوم على الادوار اللي قاعدين فيها المؤسسه الاصلاحيه، من نشوف كثير من القطاعات او كثير من الامور النشاطات تكون داخل السجن، منها اللي هي مثلا قاعد نشوف مثلا المنجره، قاعد نشوف ان تاهل الشخص او تاهل المسجون انه يطلع في كثير من الحرف اليدويه او الحرف الخاصه في المشاغل حق النساء. فنشوف كذلك راح نتعرف في هذه حلقتنا اليوم على اللي هو اللي نشوف العيادات الطبية الموجودة، راح نتعرف على المركز الحضاني اللي سووه في السجن المركزي كذلك أو المؤسسة الإصلاحية، ونشوف كذلك البيت العائلة اللي تم إنشاءه مؤخرا. راح تكون حلقتنا اليوم إن شاء الله مميزة، راح نسلط الضوء على المجهود اللي مبذول من قبل إخوانكم في المؤسسة الإصلاحية والأنشطة اللي موجودة. تابعوا معنا هذا التقرير. إدارة أمن السجون لها أكثر من دور، طبعاً الدور الأشمل هو دور حماية مجمع السجون من أي اختراق للموقع أو إدخال للممنوعات، مع إضافة إلى هذا التأكد من هويات رواد مجمع السجون وتفتيش الرواد مجمع السجون من وجود أي ممنوعات معهم، بالإضافة إلى الجهات
المشاركة في توريد بعض الأدوات والمنقولات والمواد الغذائية إلى داخل مجمع السجون بشكل عام. وإضافة إلى هذا يوجد قسم أمن المحاكم والمخول في نقل النزلاء من وإلى جهات التحقيق وقصر العدل والأدلة الجنائية. وكذلك يوجد قسم خاص في أمن المستشفيات ينقل النزلاء إلى جميع المستشفيات الخاصة والحكومية في دولة الكويت، ومتابعة الحالة الصحية إلى حين رجوعهم إلى أماكن تواجدهم في السجون. التفتيش في إدارة أمن السجون مشارك من أكثر من جهة. من هذه الجهات هي جهة إدارة القوات الخاصة، وهو التفتيش حاليا تقوم إدارة القوات الخاصة بالتفتيش البشري، أي العنصر البشري. وهناك إدارة أو قسم الحراسات الخاصة يوجد لديها الكلاب البوليسية، وتقوم الإدارة هذه في تفتيش المركبات والمواد المنقولة عن طريق الكلاب البوليسية بواسطة حاسة الشم كالمخدرات أو الهواتف النقالة، لأن يصعب التفتيش البشري إيجاد أماكنها بسهولة في هذه المركبات. بالإضافة إلى وجود أجهزة يدوية نقوم من خلالها التأكيد على وجود أي مادة أو مواد ممنوعة في جسد الشخص قبل الدخول إلى مجمع السجون. لا شك أن المؤسسات الإصلاحية كانت في السابق هي مؤسسات عقابية، وكان دورها فقط في عزل الجاني عن المجتمع. أما الآن فهي مؤسسات إصلاحية تقوم بدور كبير، وهي في إعادة الفرد أو في إعادة النزيل إلى المجتمع فرد المنتج، وذلك من خلال البرامج والفعاليات اللي قاعد تقوم فيها المؤسسات الإصلاحية. لا شك أن النزلاء قاعدين نشغلهم إحنا، سواء كان في المشاغل اللي هني أو في البرامج اللي إحنا قاعدين نقوم فيها داخل السجن المركزي. هي تقوم في دور إعادة التأهيل النزيل إلى المجتمع. يعني أنا مثل ما قلت لكم في السابق كان فقط عزل النزيل عن المجتمع، وبعد ما ينتهي محكوميته إعادته مرة ثانية بدون إصلاح وبدون أي إعادة التأهيل. أما الآن بالعكس عندنا برامج كثيرة مثل ما ذكرت، وهي نقوم في دور كبير في إعادته إلى المجتمع، سواء كان من خلال البرامج أو الفعاليات اللي راح أذكرها. من ضمن البرامج عندنا برنامج البيت العائلي، وهو أن النزيل ما ينقطع مع أسرته، بالعكس يلتقي مع أسرته من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 6 المغرب في بيت عائلي، يعني يكون هو ويا أسرته فقط، ومن خلاله يعني هم تطبيق شيء اللي هو الخلوة الشرعية. لا شك هذا من البرامج اللي الحديثة اللي تونا قمنا فيها. في برامج عندنا اللي هو برنامج مركز الرشاد الصباحي، وهو يعني ندخل النزلاء سواء دورات شرعية أو تثقيفية، كذلك مركز الاستقامة واللي هو يقوم في دور تحفيظ القرآن للنزلاء. لا شك عندنا المخيم الربيعي، وهو التقاء للنزيل في أسرته، ويكون هذا طبعا في مكان يعتبر مكان مكشوف وما هو مثل الزيارات اللي المعتادة. طبعا عندنا برامج كثيرة مثل البرنامج التأهيل التائبين، وهو البرنامج هذا طبعا بالتعاون مع النيابة العامة، ولا شك ان في جهات مشاركة مثل وزارة الأوقاف، بشائر الخير، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، كذلك الهيئة العامة للشؤون الرياضة. بداية الموضوع كان تعاطي، وقمنا نتعاطى مع بعض شلة، احنا
بعدين المادية قلت ما قدرت أتعاطى. الواحد من الشباب تفضل هاك بيع، طلع شيء لراسك مجانا تشرب تسد اللي عليك، ومن هاي يصير وياك فلوس. تغير الموضوع من تعاطي لتجار، بعدين لين وصلت الحال أنا في هذا. لأن طبعا الواحد ما يحس بالشيء إلا لما يذوقه. إحنا ما حسينا بالحرية يوم شفنا حبس الحرية، الواحد ندمان على الشيء اللي سواه. يعني يرجع فيني الزمن وأبطل الموضوع هذا، أحافظ على دوامي بيتي، لا أروح ولا أجي. بس كنا نتهاون بالموضوع هذا بداية الموضوع، يعني ما حد يمسكني، ما حد بيصيدني، أنا الذكي. بداية الموضوع بعدين يعني لما تطيح على قولتهم تقعد تحاسب نفسك، فالواحد لا يطيح ويحاسب نفسه، خلي من أول شيء يحاسب نفسه أحسن له، عشان ما يتحسف على شيء صار أو بيصير. رسالة حق الشباب، دير بالك على نفسك، ترى إذا فات الفوت ما ينفع الصوت، تعاطي لا يسر ولا ينفع، لو يسر وينفع كان لقيت كل الأشخاص المعروفة ولها مكانتها بالسجن. إذا ينفع أس، ما ينفع دوامك بيتك وظيفتك دوانيتك هذا أحسن من الدنيا ما فيها. أنت يوم هني بسنة، حبس الحرية مصيبة. فأتمنى يعني أتمنى من أولاء الأمور والإخوان الشباب كل الحرص من الشغلات هذه، لا أحد يقص عليك. مرة واحدة ما تضر، ترى هي مرة مثل آخر مرة، إذا جرتك جرتك. مختصة إدارة السجن العمومي في نزلاء الموقوفين والمحكومين جنح. الموقوفين كافة القضايا سواء كان جنح أو جنايات، المحكومين للجنح يكونون في إدارة السجن العمومي. طبعا يتكون إدارة السجن العمومي من 9 أقسام مختلفة، كل قسم مختص في مجاله، سواء كان قسم الأمن الداخلي أو قسم الزيارات أو قسم الخدمة الاجتماعية. طبعا في إدارة السجن العمومي في عندنا برامج وأنشطة خاصة للنزلاء لتأهيلهم وإعادة طبعا تأهيل النزلاء لإصلاحهم ورجوعهم إلى المجتمع كعناصر فعالة في المجتمع. يتكون طبعا إدارة أو مبنى إدارة السجن العمومي من 6 أجنحة مختلفة، كل جناح خاص في نزلاء معينين. نفصل قضايا المخدرات الموقوفين عن قضايا الجنايات، عن قضايا الجنح طبعا، والقضايا المالية. طبعا فيه عدة خدمات وأنشطة وبرامج في إدارة السجن العمومي احنا نوفرها للنزلاء طبعا كمساعدة وكإعادة، يعني من ضمن البرامج الإصلاح الموجودة. من ضمن الخدمات المقدمة عندنا، احنا عندنا مخيم ربيعي بشكل داعم في فترة الشتاء، التقاء النزلاء بأهاليهم وأسرهم. عندنا برامج رياضية، عندنا برامج دينية، إلقاء المحاضرات للنزلاء. عندنا معهد بالتنسيق مع وزارة الأوقاف إعداد إعادة التأهيل، كبرامج كمبيوتر وخياطة ورسم ومحاضرات، برامج مختلفة ومتعددة في إدارة السجن العمومي. طبعا احنا في تعاون وتنسيق بيننا وبين إدارات عدة تقريبا، مع وزارة الصحة، مع الأوقاف، في عدة مراكز. مركز الهداية موجود هني في فترة العصر، إلقاء محاضرات ودروس دينية، حضور مشايخ للدين في الفترة الصباحية، هم في حفظة القرآن، في طبعا برامج مختلفة ومتنوعة. طبعا بالنسبة لبيت العائلة هو مكان لقاء النزلاء مع أهاليهم أو الاجتماع مع أهاليهم من 10 صباحا إلى 6 مساء. في جناح كامل عبارة عن صالة وغرفتين ومطبخ، يأخذون فيها كامل راحتهم لغاية نهاية وقت الزيارة.
بالنسبة لشروط بيت العائلة طبعا يتم أول شيء الاستعلام عن أهالي النزيل اللي مقدمين على طلب زيارة لدخول بيت العائلة والالتقاء للنزيل، بأن ما تكون فيه أيضا الأهالي ما عندهم أي مشاكل وهم من الدرجة الأولى، والزوجة تكون إلى لحظتها في عقد بينهم، يعني العقد الزواج يكون قائم. يتكون بيت العائلة من 3 أجنحة، كل جناح عبارة عن صالة وغرفتين ومطبخ، وكذلك في صالة كبيرة لألعاب الأطفال، حتى ممكن أن الأطفال خلال فترة زيارتهم لأهاليهم ممكن يقضون في وقتهم في صالة الألعاب. ونوفر وجبتين في بيت العائلة اللي هي وجبة الريوق ووجبة الغداء. طبعا من الأهداف أهداف بيت العائلة اللي هي يعني التحقيق الرضا للنزيل، وكذلك بأن تعدل من نفسيته، تعدل من سلوكياته، كذلك ما يتعرض لأي أزمات خلال فترة الحكم. بالنسبة لطريقة زيارة عن طريق أهالي النزلاء من الدرجة الأولى، يقدمون على إذن عن طريق الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، ومن ثم تقوم الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بمخاطبة السجل المركزي للاستعلام عن النزيل إذا كان لديه حسن سير وسلوك، وأن في مجال أو من الممكن أنه يلتقي مع أهله. برنامج المناصحة طبعا هو للفكر المتطرف، وقاعد يقومون فيه يعني طبعا بالاتفاق من وزارة الداخلية ودكاترة من وزارة الأوقاف وكذلك من جامعة الكويت، ويقام لهم دورة شرعية، وتم تجاوز كثير منهم هذا البرنامج، وتم منحهم طبعا شهادات من قبل الوسطية وزارة الأوقاف. من قضايا الإرهاب والتكفير تأثرنا بهذا الفكر من مشايخ الضلال، والسبب يعني البعد عن علماء الحق وعلماء أهل السنة والجماعة، هذا ما أدى إلى يعني سجننا، يعني دخلنا السجن والحمد لله يعني إحنا أفضل من غيرنا، يعني سجننا غيرنا أنه يعني قتل في هذه الفتنة، هذا من فضل الله سبحانه. إحنا سجننا وتعلمنا على أيدي علماء وعلى أيدي مشايخ في هذا السجن، واستفدنا وأخرجونا من الظلمات إلى النور من فضل الله سبحانه. نصيحتي إلى الشباب العودة إلى العلماء، أن حيث العلماء يعني استهدى بهم، وهم الذي يعني يقررون، وهم الذي يقدرون، وهم الذي يعرفون الحق من الضلال، وأسأل الله إن شاء الله أن يفرج عنا وعن جميع المسلمين. طبعا في انا تكلمت عن برنامج اللي تأهيل التائبين، واللي هو من خلاله يلتزم النزيل معانا لمده سنه دراسيه، وهناك جهات كثيره مشاركه ويانا، يقوم فيه النزيل من الساعه 7 صباحا الى الساعه 7 مساء. البرنامج هذا طبعا في الصباح يكون فيه رياضه، ومن ثم التوجه الى الفصول الدراسيه، ويكون وزارة الأوقاف موجودين وإعطاهم الدروس، وكذلك المعهد التطبيقي. بعد ما يجتاز النزيل هذا البرنامج يفرج عنه، ويبقى مدة محكوميته عند إدارة الرعاية اللاحقة. لا شك أن إذا كان النزيل محكوم 5 سنوات يكون سنة داخل السجن في البرنامج اللي هو تأهيل التائبين، وال4 سنوات الباقية من محكوميته يتم من خلالها مراجعة إدارة الرعاية اللاحقة، ويتم له فحص لمدة أسبوعياً،
وطول ما هو ملتزم مع إدارة الرعاية اللاحقة يتم بالنهاية إعطائه براءة ذمة وتنتهي محكوميته. فهذه من البرامج اللي جعلت يعني النزلاء يلتزمون سواء كانوا داخل السجن أو بعد ما يفرج عنهم. في الختام المؤسسات الإصلاحية قاعد تقوم بدور كبير وقاعد تأخذ منحة آخر في دور إنساني كبير تقوم فيه من خلال تأهيل وتقويم النزلاء وإعادتهم إلى المجتمع أفراد منتجين، وهذه حقيقة قاعدين نلمسها على أرض الواقع. قسم المحاكم شغلته نقل جميع النزلاء من مجمع السجون إلى جميع محاكم الدولة وتأمين خروجهم أثناء سيرهم وتأمينهم بالغاعات وبالمحاكم كاملة. طبعاً يتم قبلها بيوم إصدار كشوفات من تينا للأسامي من قصر العدل، ويتم توزيع الكشوفات علينا قبلها بيوم من الليل، وعلى أساسها يتم الترتيب حق اليوم اللي بنطلع فيه، ويتم تفتيش النزلاء قبل خروجهم وإلى المحاكم على طول دائرة. يعني الإجراءات طبعاً هي المعتادة، يكون تفتيش النزيل، عارف قضيته شنو، تأكد من اسمه فعلاً أهو اللي طالع الإنسان، أهو الشخص نفسه اللي طالع النزيل، ما يكون واحد غيره. يعني على حسب القضايا اللي منسب لها النزيل نفس اليوم. طريقة أفرادنا على المحاكم توزيع حيتم على حسب القاعات، على حسب النزلة، وما يتم فرز النزلة داخل بالمحكمة على حسب القاعات، وعلى أساسها يتم توزيع الأفراد على حسب عدد النزلة. كل نزيل يعني كل قاعة كم نزيل فيها يتم توزيع الأفراد عليها. يكون حضور الأفراد طبعاً الفير الساعة تقريباً 5:30 أو 6 الصبح، يأخذونهم يجهزونهم يروحون فيهم. وطبعاً وحزة الردة ما لنا وقت معين، لأن إحنا قاعد نشتغل مع محكمة، فالمحاكم ممكن تكون في جلسات مسائية تطول للأربع وخمس وست وساعات للعشر بالليل. طبعاً يتم تفتيش السيارة الصبح عن طريق حسكم الله كلاب الأثر، يتم تفتيشها ونخلص من كلاب الأثر، وهم يتم تفتيشها عن طريق الأفراد عندنا، وبالردة نفس الشيء بالضبط، هم يتم تفتيشها عن طريق كلاب الأثر والأفراد نفسهم، تأكد أن ما فيها شيء خالي السيارة. يعني تفتيش النزلاء يفتشونهم تفتيش ذاتي ويركبونهم الباصات ويسلمونهم كل اسم يعني حق محبسه بالضبط. طبعا لازم تحط انت كذا دوريه زياده احتياط، لا قدر الله لو توقف دوريه عليك بالطريق او يصير اي حادث اي شيء ما تعطل، على طول راح تبدل دوريتك تمشي. يعني النزيل لازم ما يوقف في الشارع. بالنسبة حق الأمن الداخلي هو عبارة عن أكبر قسم في إدارة سجن النساء. من مهام الأمن الداخلي حراسة العنابر وفتح الزنازين وإغلاق الزنازين في مواعيدها، وإخراج النزيلات وعد النزيلات والحراسة الدائمة يعني باستمرار في سجن النساء خلال 24 ساعة يعني، وتفتيش وضبط الممنوعات إذا تواجدت في داخل العنابر. في سجن النساء عدة خدمات، من ضمنها الصالة الرياضية في أوقات معينة مفتشات يلتزمون بهالوقت أن ينزلون النزيلات للصالة الرياضية ومجهزة بعدة أجهزة، بالإضافة حق المكتبة، المكتبة مجهزة بعدة طلقات أساس أنه يناسب حق الجنسيات المتواجدة عندنا بسجن النساء، إنجليزي وعربي وفي بعض اللقات الآسيوية. هذا بالنسبة حق صالة الرياضة والمكتبة. وعندنا بعد الحضانة، الحضانة هذا حق النزيلات اللي عندهم أطفال، اللي يكون معاهم أطفالهم بالسجن، متوفر هناك ألعاب وترفيه للأهل، بالإضافة حق التلفزيون والسرة. أما المدرسة يوجد هناك مدرسة، طبعاً المدرسة تابعة لوزارة الأوقاف، عبارة عن مركز الحساوي، متبرع فيه المركز الحساوي، يعطوا دورات تعليمية وتدريبية حق النزيلات، ومن ضمن الدورات هذه كمبيوتر ودورات دين وتحفيظ قرآن، يعني مجال واسع. وعندك بعد الحاضنة، الحاضنة هذه مثل ورش تعليمية،
يمارس يعني يخلون النزيله مثل تمارس مهمه او مهنه معينه، يخلونها مثل تتدرب على عمل معين مثل اللوحات والاعمال اليدويه والاشغال اليدويه. بالاضافه غير الحاضنه عندنا مشغل، المشغل موجود حاليا داخل سجن النساء، يكون دور النزيلات داخل المشغل مختلف عن الحاضنه، يعني هم عندهم كراسات ولوحات ورسم واعمال يدويه بس شوي مختلف عن الحاضنه، الحاضنه توها جديده فاتحينها، اما المشغل موجود عندنا من زمان، واغلب المنتجات اللي تكون من المشغل تعرض دائما في معرض صنع ايادينا بسوق شرق، يكون منتجات النزلاء عندنا. طبعا مخيم ربيعي في قطاع المؤسسات الصحيه يتم افتتاحه كل سنه خلال فتره الربيع، يعني ابتداء من شهر 11. طبعا الافتتاح تقوم المؤسسات الصحيه، قطاع المؤسسات الصحيه برعايه الوكيل المساعد قطاع المؤسسات الصحيه بدعوه الجهات المشاركه من ضمنها وزاره الصحه، جمعيه الهلال الاحمر، الصليب الاحمر، السفارات، الكل يكون متواجد خلال الافتتاح. اي نزيله تنزل حق المخيم الربيعي يكون مكافاه لها، انه مو ما تكون صاحبه شقب ومسويت لنا مشاكل وتكون مثلا ضاربه احد او مهربه شيء ممنوع او مسويه اجراءات مخالفه حق قوانين السجن، لا تكون حسن سير السلوك، وتعتبر خروجها حق المخيم الربيعي مكافاه لها يعني حق حسن سلوكها. شغلنا في هذا المؤسسة المشغل هذا نعلم النزيلة على شغلة تنفعها إذا طلعت من هذا المكان بإذن الله، صنعة حرفة شغل يدوي، يا تخيط يا تسوي سنارة، واشتركنا كذا معرض نجيب النزيلة المشغل الصبح لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات تتعلم لها شغلة، هي تكون هذه الشغلة حبتها يا خياطة يا شغل سنارة أو حرفة يدوية، بحيث إن إذا خلصت من مدة العقوبة تكون تساعدها في حياتها المستقبلية. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين وشفنا مع بعض المجهود الكبير اللي قاعد يقوم فيه إخوانكم في المؤسسات الصلاحية من أنشطة، من يعني التطور اللي شفناه في عملية النقل النوعية اللي هي قاعد نشوف في تحفيظ القرآن، في الحضانة، في بيت العائلة، في كثير من الأنشطة وكثير من الأمور اللي يشكرون عليه. كل الشكر لكم، وألتقي معاكم في الأسبوع القادم. لكم مني أجمل تحية ومع السلامة.